أعطيكم يا جماعة اقتراح، خلينا نسامحها ونعطيها فرصة أخيرة. لا يمكن نسامحها، لا يمكن، اللي بتتعدى على بنت أختنا لا يمكن نسامحها، خلاص انتهى الموضوع، قرار نهائي. أنا إيش عملت؟ إيش عملت؟ أحكي لكم يا جماعة شو عملت. هاي ابني دايما تضرب فيه ودايما تلاحق فيه ودايما يبكي بسببها. عاملة عمايلها هاي عبارة عن شعنونة. زي ما حكيت لك خليكي بعيد عنا، انت تبعت مشاكل.